مشاهدينا ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار الاحتلال في حرب تجويع القطاع في ظل مباحثات الاتفاق التبادل المحتجزين، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم. وعبر الهاتف أيضا الأستاذ صلاح العواودة المختص في الشأن الفلسطيني، مرحبا بكم أستاذ صلاح. مرحبا بكم، مساء الخير لك وربنا الكرام والأستاذ المشاهدين. حياكم الله. نبدأ مع الدكتور محمود. دكتور محمود، قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، ماذا يعني هذا القصف المكثف رغم الإعلان المتكرر للاحتلال عن انتهاء العمليات في شمالي القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. واضح أخي الكريم أن هذا العدو الصهيوني لا يعني لا يقيم وزنا لأي معاهدة دولية ولا يقيم وزنا لأي تصريحات لمسؤوليه. واضح أن هذا العدو الصهيوني حريص على أن يقوم بأكثر قدر ممكن من الإجرام الذي بدأه يوم 8 أكتوبر بعد أن مني بهزيمة كبرى في يوم 7 أكتوبر، ستبقى مسطرة في تاريخه وفي تاريخ هذه الأمة أيضا التي خذلت أهلنا في قطاع غزة. العدو الصهيوني قبل محكمة العدل الدولية سلوكه لم يختلف إطلاقا عن ما بعد محكمة العدل الدولية، بل أنا أظن أن في بعض النواحي زاد إجرام العدو الصهيوني تجاه أهلنا، فلم يبقى الآن في كل قطاع غزة لا يوجد مكان يمكن أن نعتبره آمن، ولا يمكن أيضا لا يوجد مكان يمكن اعتباره صالح لسكن الآدميين، أو لا يوجد أي فئة من أهلنا في قطاع غزة يمكن أن نعتبرهم الآن في أمن، لا أمن غذائي ولا أمن اجتماعي ولا أمن صحي. هذا العدو الذي ضرب المستشفيات وضرب مراكز الإيواء وضرب المدارس وقتل من الأطباء ما يزيد على 360 من العاملين في الحقل الطبي، وأكثر من أو قريب من نفس الرقم من العاملين في الأمم المتحدة. هذه الأمم المتحدة التي غضب العالم لدى افتراء حكومة الاحتلال على 12 عامل فلسطيني يعملون بها دون دليل على أنهم شاركوا في يوم 7 أكتوبر، لكن لم تتحرك الأونروا ولا أي من الدول الغربية لدى إعلان هذا القتل الكبير في موظفي الأونروا كذلك. أستاذ صلاح، أيضا بالتزامن مع ذلك يستمر القصف على مناطق جنوب ووسط القطاع، هل تعتقد أن نتنياهو سيمضي قدما في خطته لاجتياح رفح رغم كل هذا الرفض الدولي تجاه عملية اجتياح رفح؟ نعم، هو ماضي في خطته، الحرب طويلة جدا ومؤلمة جدا، وسياسة القتل والتهجير هي الثابتة في سياسة الاحتلال، وللأسف الرفض الدولي ما زال رفضا شكليا، وما زال يربط وقف الحرب ووقف إطلاق النار بتحقيق أهدافها من قبل نتنياهو. يعني هم عمليا يعطونه غطاء ويحاولون إدارة الأمر معه، يعني ما يتم من محاولات من أطراف إقليمية أو دولية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، هم يشكلون غطاء ووجه آخر للحرب لنتنياهو. لا يوجد حتى الآن أي ضغوط دولية، أي أطراف دولية جادة أو يمكنها أن تفرض على نتنياهو نهاية الحرب. كل العالم أصبح يعرف بأن الحرب بالنسبة لنتنياهو هي حرب مصيرية وهي حرب على مستقبله السياسي، وهذه الحرب ليست مع المقاومة فقط ولا مع الشعب الفلسطيني فقط، هو يخوض حرب مع الإدارة الأمريكية، يخوض حرب مع المعارضة في داخل الكيان، مع القضاء ومؤسسة فرض القانون، وبالتالي هو مستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية. ما لم يتم إجباره على وقف هذه الحرب هو مستمر فيها، ووفق معايير تحالفه اليميني الفاشل المتطرف بقدر ما يقتل من الفلسطينيين هو يحقق نقاط سياسية لصالحه. لذلك استمرار الحرب، استمرار القتل، استمرار التهجير
هو الورقة الرابحة بالنسبة له، وغير ذلك ستودي به إلى نهايته يعني ونهاية مستقبله السياسي. نعم. في أيضا إطار آخر دكتور محمود، يعني من المفهوم أن حرب التجويع التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة لإفقاد المقاومة حاضنتها الشعبية، إلى أي مدى حققت هذه الحرب هدفها على حساب أرواح المدنيين في القطاع؟ يعني أخي الكريم، الحاضنة الشعبية هي أحد الفئات التي يمكن أن نصنفها أنها صاحبة البطولة المطلقة في قطاع غزة، إذا أضفنا إلى ذلك طبعا المقاومين المقاتلين، ونضيف إليها كذلك الإعلاميين الذين نقلوا هذه الحرب إلى كل الدنيا، وكذلك العاملين في الحقل الطبي الذين لم يتركوا مستشفياتهم ولم يتركوا مرضاهم، رغم أن بعضهم يعني لقي الله عز وجل شهيدا وبعضهم أسر وبعضهم جرح، وما زالوا يقومون بذلك. تعمد العدو الصهيوني أن يمعن في قتل أهلنا أو في قصف البيوت الآمنة وفي استهداف الأطفال والنساء، وحتى الأمم المتحدة قالت أن عدد الأطفال والنساء الذين تم استهدافهم من بين أكثر من 31 ألف شهيد حتى الآن تجاوز هذا الرقم 20 ألف من النساء والأطفال. هذا يعني أن العدو الصهيوني يمعن في قتل المدنيين، وطالما أنه لم يستطع أن يحقق أهدافه المعلنة في اليوم الأول للحرب البرية، وهي تفكيك المقاومة ومنع إطلاق الصواريخ وتهجير الفلسطينيين إلى جزء صغير من صحراء سيناء، لم يستطع العدو الصهيوني أن يحقق أي من هذه الأهداف الاستراتيجية المعلنة، فكان نصره العظيم على قتل النساء وقتل الأطفال، قتل الشيوخ وتجويع الحاضنة الشعبية، لعله بذلك ينجح في الضغط على المقاومة، لأن المقاومة تعتبر هذه الحاضنة الشعبية هي المحضن الأساسي لها. وبالمجمل الحاضنة الشعبية في قطاع غزة بالنسبة للمقاوم هي والده، والدته، أخواله، أعمامه، أبناؤه، زوجته، أقرباؤه، وإن لم يكونوا كذلك فهم أبناء بلده وأبناء مدينته وأبناء القطاع الذي ينتمي إليه، وكل ألم يتألموه يؤلم المقاومة قطعا، لكن هذه الآلام كنا دائما نسمع من الحاضنة الشعبية الذين يتم إخراجهم وانتشالهم من تحت الأنقاب، كلهم يقولون نحن فدا القدس، فدا الأقصى، فدا المقاومة، فدا، ويذكرون بعض رموز المقاومة، فدا أبو عبيدة، فدا أبو خالد، وهكذا. المعنى أن المقاومة أيضا أظهرت صمودا منقطع النظير، وهذا يمكن أن نرده إلى أسباب كثيرة جدا، لعل من أهم أسبابها أنهم يعني قطاع غزة بعيد عن تأثير السلطات والأنظمة العربية منذ 17 سنة، هذا أولا. ثانيا، هذه الحاضنة الشعبية كذلك 80% من سكان قطاع غزة أصلا هم لاجئون، يعني بمعنى أنهم ذاقوا التهجير من قبل في عام 48، وذاقوا مرارة ترك الأوطان والقرى والمدن، وحتى في 48 حين هاجر آباؤنا وأجدادنا وتركوا البلاد كانوا يقولون إحنا الأسبوع القادم راجعين، يعني على أمل العودة، والآن أصبح الذين يعني يعرفون تاريخ هذه النكبة أن من يترك الأرض لا يعود إليها في المنظور، يعني على الأقل في المنظور. ولذلك التمسك الشديد بالبقاء في قطاع غزة والتصريحات الراقية جدا والرائعة حتى من الأطفال رغم الجوع يقولون صامدين، رغم هدم البيوت كمان صامدين، ورغم ذلك وعلى طول 150 يوم، 5 أشهر، أنا شخصيا لم أسمع أي أحد من أهل قطاع غزة يجعل اللوم على المقاومة، بل الجميع يعرف أن الظلم إذن ولهذا لا زالت المقاومة دكتور تستمد قوتها من تأييد الشعبي والحاضنة المتمسكة بخيار المقاومة. أستاذ صلاح، في ذات الإطار الانتهاكات التي تأتي في ظل استمرار وفد حماس في مباحثته في القاهرة لعقد هدنة قبل شهر رمضان، ولكن ما الذي يعرقل هذا الاتفاق بعد مرور 3 أيام
من المباحثات، وكذلك حديث حماس عن مرونة في تعاطيها مع مقترحات الوسطاء. ما الذي يعرقل مثل نهاية أو وصول إلى اتفاق نهائي من أجل الصفقة أو تبادل الأسرى؟ هو الموقف الصهيوني موقف نتنياهو تحديدا. نعم. كما قلنا سابقا هو ليس معنيا بانتهاء الحرب، هو وضع أهداف طموحة جدا وحالمة وفضفاضة لهذه الحرب لا يمكن تحقيقها أساسا يعني. نعم. المعنى الحقيقي لها هو استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، وبالتالي لا يمكنه أن يذهب إلى وقف الحرب. نتنياهو أولا لديه اتفاق مع اليمين المتطرف الفاشي في حكومته الذي يقول له وقف الحرب يعني نهاية الحكومة، نهاية الائتلاف الحاكم، وبالتالي موضوعيا نتنياهو نهاية الحرب بالنسبة له نهاية مستقبله السياسي، ونتنياهو يغامر بمستقبل الكيان قبل هذه الحرب من أجل مستقبله السياسي. هو دخل في مواجهة مع كل مؤسسات الدولة من أجل مستقبله السياسي، ويريد أن يخلد نفسه وربما أولاده من خلفه كملوك لإسرائيل. يعني هم يخاطبونه والحاشية والمقبلين له يخاطبونه كملك إسرائيل، وبالتالي قيادة سياسية تفكر بهذا المنطق وتعمل على هذا الأساس، وهذا بشهادة كل المراقبين بالداخل، النخب والمعارضة الإعلاميين والحقوقيين يرون هذا الواقع في داخل الكيان الأصلي. كيف سينهي الحرب؟ من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار تنهي هذا المستقبل السياسي الذي يحارب داخليا من أجله وليس فقط على جبهة قطاع غزة. ولكن أستاذ صلاح، هذا الطموح السياسي الذي يريد أن يحققه نتنياهو إلى أي مدى سيصطدم مع الواقع العسكري، مع المؤسسة العسكرية، مع الخلافات حتى داخل حكومة الكيان المحتل؟ هو للأسف يعني يجد الجو مناسب جدا له في هذا الإطار. يعني ربما كان اليمين المتطرف المتحالف معه يخوض حربا داخلية، لكنه لا يجرؤ على خوض حرب خارجية لأنه مرتبط بتقديرات موقف المؤسسة الأمنية والجيش التي ما زالت خارج سيطرة هذا التيار اليميني الفاشي المتطرف، فما زال قادتها ينتمون إلى اليسار والوسط وإلى التيارات العلمانية المتأصلة في الجيش والتي بنت الجيش على مر العقود الماضية. لكن بعد 7 أكتوبر حطمت المؤسسة الأمنية، يعني 7 أكتوبر حطم تماما المؤسسة الأمنية أمام نتنياهو، فلم يعد الجيش قادر على القول لا لنتنياهو. الجنرالات الذين اضطروا للدخول في حكومة وحدة وطنية، حكومة حرب، جانس وأيزنكوت أيضا غير قادرين على مواجهة نتنياهو، لأن الحالة الشعبية لدى الكيان الصهيوني حالة من التطرف وازدياد التطرف، وهي تنحى نحو التطرف، نحو الفاشية، نحو اليمين، وبالتالي لا يوجد أي سياسي يمكنه أن يقف في وجه نتنياهو ويطالب المؤسسة الأمنية بأن تخالف موقف نتنياهو. سيحملهم نتنياهو مسؤولية الهزيمة، وكما هو يحمل المسؤولية الأمنية لمسؤولية الهزيمة في 7 أكتوبر للمؤسسة الأمنية، سيتحمل هؤلاء السياسيون نفس المسؤولية، وبالتالي الحلبة متروكة لنتنياهو بشكل كامل. يعني هو الآن نفوذه ورأيه المطلق في الساحة لا يستطيع أحد أن يخالفه، لا داخل الحكومة ولا خارج الحكومة. نعم. كل من يعبر عن رأيه مجرد تعبير عن رأي ليس أكثر، أما معارضة حقيقية لنتنياهو في الداخل لا يوجد. نعم. دكتور محمود، في المقابل كيف ترى تعاطي الإدارة الأمريكية مع الأزمة، خصوصا بعد استقبال غانتس رغم رفض نتنياهو لهذه الزيارة؟ أيضا ما مدى نجاعة تحول الإدارة الأمريكية باتجاه غانتس وتهميش نتنياهو؟ أخي، واضح أن الإدارة الأمريكية أعطت ضوءا أخضرا ساطع اللون لنتنياهو أن يقوم بكل الجرائم التي يحلم بها وكل الجرائم التي من شأنها أن تبقيه في السلطة. وأنا أعتبر أن كل التصريحات الأمريكية واللوم الأمريكي لحكومة نتنياهو ما هي إلا ذر للرماد في العيون، وإلا الحكومة الأمريكية قادرة على إيقاف الأسلحة عن حكومة الاحتلال. نعم. قادرة عن إيقاف الأموال التي تدفقت بالمليارات حتى أثناء هذه المعركة. الجسر الجوي ونقل الأسلحة لم يتوقف، وكذلك الإمداد بالمال لم يتوقف، حتى أن الأسلحة التي تشتريها دولة الاحتلال
من كندا، من فرنسا، من بريطانيا، كلها تدفع بالأموال الأمريكية. ولعل ذهاب جانتس في هذه الأيام إلى أمريكا مؤشر أن هنالك قرار أمريكي بالاستغناء عن نتنياهو أو البحث عن بديل عن نتنياهو. هل سيستطيع جانتس أن يقنع الإدارة الأمريكية أنه الرجل المناسب للفترة القادمة أم لا؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة، خصوصا أن زيارة جانتس للولايات المتحدة لم تكن منسقة لا عبر الحكومة ولا عبر سفارة دولة الاحتلال في أمريكا. وغدا سيكون جانتس في بريطانيا أيضا. واضح أن هذه الجولة يعني ليست والله جولة سياحية، إنما هو يسافر لتسويق نفسه قائد لدولة الاحتلال بعد نتنياهو، الذي أصبح معروف لكل الدنيا أن اليوم التالي لهذه المعركة نتنياهو في السجن أو في المحكمة. من إسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، شكرا لكم على المداخلة، ونشكر الأستاذ صلاح العوض المختص في الشأن الفلسطيني على مشاركتكما معنا.